يا حابين تعرفون شلون هاي المراية حولناها إلى عندي هذا الكتاب قديم بس أوراقه قوية، فراح استعمله كإطار للمراية اللي عندي اللي هي هاي. شوفوا شلونها رفيعة، فراح أحاول أكبرها. بس راح نجي على تقطيع الدفتر ورقة ورقة بسكينة حادة، وراح عندنا هي عريضة فراح نقسمها بالنص حتى كل واحدة راح تصير اثنين ويصير الفريم عريض. هسه جبنا مسطرة القياسات اللي عندنا والميزورة، شوفوا انتم شنو راح يكون عندكم، وراح نبدي نقص الكرتونة الحجم اللي نريد. زوجي دا يساعدني، وانتوا اذا اخذتوا التفاصيل تقدرون تسووها وحدكم. فقسناها راح تطلع تقريبا 6 انج ب6 انج، راح يبدي يقصها بالنص. عندي هاي الزيادات بالورقة مو مشكلة، حتى هذولا مو مشكلة، لأن احنا راح نستعمل الطبقة العدل اللي راح تكون واضحة بالفريم بالإطار. هنقص هالشكل شوية تخين، هو صارت عندنا بهالشكل. هسه من يكون عندنا وحدة مضبوط قياساتها مثل ما ردناها، راح نجيب الثانيين، ماكو داعي قياسات، بس مجرد راح نخليها عليها بهالشكل وراح نقصهم بالنص اللي هي راح تصير بهالشكل. راح نجيب هالشكل، راح نلصقها من هنا، راح نلصق الثانية لفوق، راح اشوفكم من راح ألصقها على مود تصير الفريم يصير اكبر من الفريم اللي عندي الاطار اللي عندي. هسه عندي هذول الاكسسوارات كلها وهذا الحجر كلها ما احتاجها، اللي راح اسوي كلها راح افلش هذولا، راح اخليهم قطع، وهاي ايضا، وراح ابدي الزق حافات الفريم الاطار الجديد اللي خليته حوالين المراية. وهسه جبت بزنس كارد على مود اقيس حتى اعرف اريد هاي المساحة راح تكون القياس اللي يطلع من الفريم، حتى كله يصير حوالي نفس الشيء، فأقسته بهالشكل وبعدين لزقته حتى أعرف المساحة المسافة. فسويت أني قسم مقدما، وهسه راح أسوي لكم الباقي اللي هي بس خليت شوية لاصق، وهم قصتها على مود أعرف لوين يوصل عندي، وجبتها وخليتها على قياس قبلها، وأقدر أخلي شوية لاصق بيناتهم على مود يلتصقون أكثر. فقد ما نلصقها واحدة يم الثانية يكون اللصق مالتها أقوى، ونلزمها شوية بهالشكل على مود تنلصق، وبعدين نتركها ونكمل الباقي. وصارت عندنا المراية بهالشكل هذا. شو شلون كبرت الفريم، الفريم كان تقريبا إصبعين، صار عندي تقريبا 4 صار 5 أصابع أو أكثر، فصار عندي بهالشكل هذا. وطبعا اذا عندكم خشبة طويلة من على حجم المراية هي راح تكون اسهل، بس لصقة واحدة خشب خفيف او كرتونة كبيرة. انا حبيت استغل الشيء اللي عندي الريسايكل واستعمله. هسه راح ابدي بلصق الخرز. هسه راح نبدي نلصق حجرة حجرة بجلو كلش قليل، يكون عندنا بهالشكل هذا. شوفون شلون خرزة يم خرزة، راح نبلش نخليهم بالشكل. واذا عندكم مثلا مثل هذا اللي عندي شريط كامل، تقدرون همين تسووا من الراس الى الراس، هذا راح يكون اسهل، تخلون جلو وتلصقوه. اهم شيء تنسقون، تخلون هذا مثلا هنا، تخلون مقابيله نفس الشيء، وهكذا. هاي اهم خطوة، وراح استمر بلصق كل المكانات وراح اشوف شلون. مثلا هذا اللولو راح ابلش به هنا لانها تقريبا نفس المساحة، فراح يكون عندي بهالشكل هذا، فراح يكون اسهل. ونفسه راح اخلي في اسفل المراية
على مود يطلع نفس الشيء. هسه كان عندي القلادة اللي شوفتكم أول مرة فتحتها طلعت بها أشكال كثيرة، فنسقتها على كل شكل على صفحة، لأن شوفوا حتى هذا يكون فيها الشكل وهاي ندور عادي، فحتى تطلع النقشة حلوة على الحافات. حتى طلعت عندي هاي القلوب همين وياها يا بالشكل، فراح أقيس حتى تطلع، راح أخليها هالشكل هذا على الفريم اللي راح يكون في أعلى المرآة. راح أنسقه بهالشكل، بس راح أقيسه حتى يطلع عندي بالضبط بالنص. شوف شلون سويتهم. وبعدين راح أخلي باقي الخرز والحجر والهذي اللي عندي هنا راح أخليها حواليهم. طلع عندي دول المحارات هم راح أستعملهم، خليت دول بالحوافي فراح تطلع عندي هالشكل همين كديزاين، راح ألصقهم أيضا. عندي كملت طبقة طبقتين ثلاثة أربع طبقات ومستمرين في وضع أكثر. هسه عندي كل من هذا القلايد البلاستيك كلها راح أخليها على الحافات، راح أسويها دبل هالشكل هذا، وراح أمشي عليها كلها شوش قد توصل شوش قد يكفي عندي، وبعدين أبدي أعبي الخرز الباقي على مود عندي الحافة تطلع عدلة. ما أريد أخلي من الخرز بالحافة على مود يطلع مو عدل، فخليت من هذا حتى يكون عدل، وبعدين أحشي منه باقي الخرز اللي عندي. وهسه دا أراويكم بعد ما كملت تماما، شوف شلون كل حشيت ما خليت أي مكان يبين، تشوفون شلون صار. وأهم شي هذه قبطتها لازم تكون عدلة منها حتى تطلع حلوة. وبالأخير ورا ما خليت نشوف أي فراغات كلها راح كلها عبيتها بالخرز هالشكل هذا. هسه المرحلة الجاية راح أنظف المراية تماما، شوف كلها صار جلو، راح أنظفها تماما وبعدين راح أحط ورق وراح أصبغها باللون الأبيض. راح أشوفكم شلون راح أسويها، تابعوني. وهسه قلبنا المراية بالعكس، راح نخلي تيب على الحافات كلها بس على أكثر سبورت، ما نريد نخليها تبين، سو راح نخليها بالحافة هالشكل. راح نتيب المنطقة كلها، هاي طبعا مو مشكلة أي لون يكون لأنه ما راح يبين، راح يكون من الخلف، يكون من الخلف. وهسه عدنا غلفنا المراية بورق الجرايد وخلينا تيب بالحافة، وهسه راح نبلش الصبغ، وخلينا طبعا نايلون على الأرض على مود لا يتبهدل. وهسه راح نبلش نصبغ. هذا قاط أول، راح نحتاج إلى قاط ثاني أكيد على مود يطلع أحلى عندنا وأكثر اللون يبين. راح نكملها وراح تشوفكم الشكل النهائي. وهنا المراية عندنا ضربناها قاط ثاني، صارت عندنا بهالشكل. هسه راح اراويكم النتيجة وهي معلقة على الحائط، ابقوا وياي للاخير. وهاي النتيجة النهائية صارت عندنا بهالشكل، شوفوها. انا عجبت هاني عجبتني، شنو رأيكم؟ اعطوني رأيكم وتابعوني وسووا لي سبسكرايب. باي.